بشعار هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. تهانينا وألف مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، مستمعينا الأفاضل، التواصل مستمر، وشوط الرئيسي آخر ينطلق على بركة الله، وهو شوط الحقائق القعدان المفتوح. والثلاثة كيلومترات هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الأسماء الكبيرة والتحديات الجميلة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. نبدأ على بركة الله بعد المراكز الأولى، ومن يتواجد مع المقدمة والصدارة. أول الأسماء يتواجد العابر لهجن أم الزبار بقيادة المرعب ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني، يتابع اندفاعتي وتحديات العابر على المركز الأول، ولكن من قير واحتل المركز الأول بهذه اللحظات مقدام في مقدمة هذا الشوط. يتقدم مقدام لهجن أم الزبار بقيادة أيضا المرعب ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني، ولكن من قير واحتل الصدارة بهذه اللحظات وتقدم في هذا الأداء الكبير، مخلف لهجن أم الزبار بقيادة الداب حمد بن محمد بن جرحب المري، متابعا لمخلف الذي انتزع مقدمة هذا الشوط وصار في هذا التحدي الكبير. أتابع المركز الثاني القادم في هذا التحدي، يتواجد عجيب لهجن أم الزبار بقيادة الصارم محمد بن برقان بن مقارح، يتابع اندفاعة عجيب، ولكن التغيرات ما زالت جارية في هذا التحدي. يتقدم بهذه اللحظات إلى المركز الثاني الكايد لهجن أم الزبار بقيادة وتحديات سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري. والمركز الثالث الذي يتسلل إلى المركز الثاني، يتواجد مشهد لهجن أم الزبار بقيادة المحنك عبد الله بن علي بن سلامة الهاجي. والمركز الرابع يتقدم بهذه اللحظات، يتواجد رعد لهجن أم الزبار بقيادة حمد بن محمد بن جرحب المري. والمركز الخامس لوسيل لهجن المرقاب بمتابعة سعيد بن حمد بن علي بن حمد الوهيبي. هذه النتيجة مشاهدين الكرام، مستمعين الأفاضل، للخمس الأسماء الأولى، الخمس الشعارات المنطلقة في هذا التحدي الكبير والمنافسات المميزة. شوط رئيسي آخر في هذه اللحظات وبهذه المنافسات الكبيرة، نعود ونتابع مع الكيلومتر الأخير، نتابع الصدارة ما زالت مع مخلف لهجن أم الزبار بقيادة حمد بن محمد بن جرحب المري، ولكن الكايد يتقدم على المركز الثاني أيضا بشعار هجن أم الزبار بقيادة سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري. والمركز الثالث يتواجد لوسيل على المركز الثالث، بدأ يتحرك في هذه اللحظات غادما من اجل التحدي والمنافسه لوسيل لهجن المرقاب بمتابعه سعيد بن حمد بن علي الوهيبي. واول نداء القادم هنا كنيد القادم بشعار هجن الشحانيه مع المشاغب محمد بن خالد العطيه، من قدم لنا سما غادم مع كنيد على المركز الرابع. المركز الخامس مشهد لهجن ام الزبار عبد الله بن علي بن سلام الهاجري، ولكن نعود مع البداية، نعود مع صراع المقدمة. لوسيل على الصدارة، كنيد على المركز الثاني، هجن المرقاب هجن الشحانية في مواجهة مع الأشواط الرئيسية، ولكن كنيد ولوسيل هجن المرقاب هجن الشحانية في مواجهة من أجل الناموس والانتصار. المشاغب بدأ بالمشاغبة، يتحرك في هذه اللحظات مع كنيد على المركز الأول، لوسيل على المركز الثاني، كنيد ولوسيل ولكن كنيد هجن الشحانية تفرض السيطرة على الأشواط الرئيسية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. تهاني مبروك على فوز كنيد بناموس الشوط الرئيسي. المركز الثاني لوسيل لهجن المرقاب بمتابعة سعيد بن حمد بن علي الوهيبي. والمركز الثالث الكايد لهجن أم الزبار بقيادة سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري. والمركز الرابع مخلف لهجن أم الزبار بقيادة حمد بن محمد بن جرحب المري. والمركز الخامس
المحيط لهجرم الزبار بمتابعة سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري. هكذا مشاهدين الكرام مستمعينا الأفاضل، كما تابعتم معنا الأشواط الرئيسية في تحديات وانطلاقة سن الحقائق، فكانت هجن الشحانية والشعار الأدعم حاضرا كعادته مقدما هذه الأسماء الكبيرة وهذه النوعيات الفاخرة، كنيد محققا هذا الناموس الرئيسي بتوقيت زمني وقدر 4:28 88 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثاني جاء لوسيل 4:29 34 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن المرقاب وإلى سعيد بن حمد بن علي الوهيبي على فوز لوسيل في المركز الثاني وصيفا للشوط الرئيسي للحقائق القعدان. المركز الثالث الكايد 4:32 81 جزءا من الثانية. تهاني وناموس لهجن أم الزبار وإلى سالم بسعيد بن ناصر بن دلم الهاجي على فوز الكايد في المركز الثالث. تهاني وناموس لجميع الفائزين. الأشواط الرئيسية انتهت في هذا الصف.